بداية شيخ، فيما يخص أزمة البنزين اليوم، شنو سببها بمحافظة البصرة اليوم، من الخير ومن النفط؟ كما يعلم الجميع بأن البصرة مهمشة على كافة الأصعدة، نعم وبالخصوص بقضية الكهرباء وكذلك القضايا الأخرى التي تهم المواطن العراقي بالعموم والبصرة بالخصوص. وخير دليل على ذلك حاليا البصرة تعاني من قضية الكهرباء، وهذا النقص ربما تتحمله الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء بالخصوص، التي أنفقت أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ذلك عدم تحسن واضح بالواقع الكهربائي. نعم إضافة إلى ذلك نرى بأن الحالات التي تحدث مرتبطة مع واقع الكهرباء هي قضية المحروقات النفطية، وبالخصوص قضية البنزين والغاز الذي يوجد بوفارة بالبصرة، ولكن بين ليلة وضحاها ينفقد لأسباب خفية، علما بأن وزارة النفط وبالخصوص يعني الشركة العامة للمنتوجات النفطية في العراق قد وضحت في أكثر من بيان بأنها الواقع الوقود مستقر في المنطقة الجنوبية باستثناء بعض المناطق التي ربما تحتاج إلى كثير من الدعم والإسناد كنينوى وغيرها، زين ولكن بالآونة شيخ، اليوم الأخيرة هذا الوقود ده ينفقد وين بسبب يروح؟ يعني أصحاب المحطات، نعم بسبب موقف أصحاب المحطات شيخ محمد، البنزين خانة إذا صح التعبير، الذين أرادوا أن يجعلوا من قضية الوقود قضية خاصة، حيث قاموا بتعطيل معظم المحطات مما تسبب في أزمة وقود. ولكن نرى بأن الوقود لا يرتقي إلى ما تطالب به أبناء العراق، وخصوصا قضية الملف الكهرباء نعم أو بعض الملفات المهمة التي تطالب، ومن ضمنها خدمات الصحية التي قامت فئات من الزمر الإرهابية التي استطاعت أن ترفع أسعار الخدمات الطبية في كافة العيادات وكافة المستوصفات وكافة المستشفيات الأهلية في سبيل إخضاع المواطن إلى الخروج إلى الخارج. لو نعم كانت لديهم نوع من الإنسانية وكان لديهم نوع من الحب لهذا الوطن والحب لهذا المواطن لا ذللوا. يعني البارحة وصلت إلينا كثير من أفراد عشائرنا يعني تشتكي من قضية ارتفاع قضية السونار، قضية الكشمية، قضية الأدوية، علما بأن الحكومة المركزية والمحلية قد نوهت في أكثر من بيان، ولكن لا حياة لمن تنادي مع الأسف الشديد.